السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ف اليوم غنتحدثوا على قضية الوعد المستقبل في هاد لي كونطرا ديال لا فينونس اسلاميك، واحد العدد ديال الامور مبنيين على الوعد. ف الوعد المستقبل اونتر كيومي شي حاجة اللي في المستقبل هي ملزمة عند بعض العلماء. وعد شي على واحد الشيء في المستقبل خاصك تنفذو. بالنسبة لواحد العدد العلماء آخرين، الوعد ماشي ملزم، ولكن هناك إجماع أو شبه إجماع، يعني أغلبية مطلقة على حسب العلم ديالي لحدود الآن، بأن الوعد ملزم إذا صاحبه تغرير أو توريط. يعني إذا صاحب هذاك الوعد تغرير أو توريط صافي كيولي ملزم. وبالنسبة لهذه القضية الوعود في لي كونطرا، وبالنسبة لواحد العدد ديال المسائل، المذهب المالكي عنده واحد الذكاء اونتر غيمي، انه يعني ما فرض القضية الوعد انها تنفذ حتى لبداية الشروع ديال هذاك لو كونطرا، حتى لبداية، ماشي ديال لو كونطرا، بداية شروع الاعمال، هل في المرابحة أو في واحد العدد لي برودوي. يعني ما يولي الوعد ملزم حتى يبدا الشروع في التطبيق، حيت قد يكون هذاك الإنسان، يعني قد يكون هذاك الإنسان في الوقيتة ديال النطق بالوعد ما كانش عنده لا ماتوريتي سوفيزونت، وما كانش عنده ديك لا كونيسونس سوفيزونت على لي سبيسيفيسيتي تكنيك ديال هذاك لو كونطرا، وتو يعني تو لي ديتاي، ما عندوش معلومات على تو لي ديتاي. وبالتالي المذهب المالكي تحدث في هذه القضيه انه ما يولي يعني واحد مزيان حتى لبدايه الشروع ديال هذوك لي ترافو. وشكرا.